الشهيد أمجد حميد كفيلي الكناني. شرف كبير أن يستشهد المقاتل في سوح الوغى دفاعاً عن الوطن وعن المقدسات، أن يختاره الله لأن يكون في جنان الخلد وتفتخر به الأرض هو ابنها، شرف لا يناله إلا ذو حظ عظيم. كان الشهيد رحمه الله لا يعبأ بالتحديات التي يواجهها في حياته. ولد في مدينة ذقار الصابرة عام 1987، والتحق في مدارسها طالباً العلم ليكون صوتاً يخترق مسامع الجهل حين أمسك العوز بقبضته المدن العراقية وأحكم عليها. نما وترعرع في كنف أسرة آسرها حب أهل البيت عليهم السلام، ليتخذ من نهج الإمام الحسين عليه السلام ضياءً ينير طريقه، فعاش مسالماً محباً لعمل الخير، وعرف بين أقرانه بقلبه الطيب ودماثة خلقه الرفيع. وما أن صدرت فتوى الدفاع الكفائي عن الدين والوطن والعرض والمقدسات، حتى ثار صوت الغضب العارم من رحم عقيدته ليلبي النداء ملتحقاً بفرقة العباس عليه السلام القتالية. شارك إخوته في الفرقة ورسم الهزيمة على وجوه زمر داعش لينال مبتغاه من الشهادة بتاريخ 2 من الشهر 6 عام 2016. رحم الله شهيدنا أمجد حميد كفيل الكناني، وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله ألا يحرمنا شفاعته، إنه سميع مجيب.